حبايبي القلب، الله يعطيكم العافية إخوان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قلبك قلبك وفوقيها كله إنا. طبعا إخوان اليوم إحنا عند أخونا إسلام التميمي، طبعا حمامه مشهود لها بربد إخوان، بس المشكلة فيها طلعنا بولندي أسود بالغلط ونصها قطعة والنص الثاني بعده فوقينا. حمام رجعها البولندي، طبعا حمام بالصلاة على سيدنا محمد، حمام بولاد وفراخ ومخاليفه، اشي متعوب عليها وعنده زقات حلوة. طبعا اخوان لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمي بلايك، وطبعا اكيد رحين نصور عند مين؟ ابو السكر. حياك الله. احكي لهم كلمة، احكي لهم كلمة، حطوا لايكات، حطوا لايكات لابو عمر وتكسروش معه. طبعا اخوان محتمل، محتمل اعمل قناة ثانية ثالثة، محتمل صيد مع الكل ما ترجعش، رح نضطر نعمل كمان وحدة وارجع اصور من اول جديد عند الناس كلياتهم. واكيد هذا الشاب اخوان عند سلام هون راح ارجع اصور عنده، اكيد اكيد راح افرجيكم كيف حمامه المطيار كيف رايحه جايه بالصلاة على النبي. والله العظيم بعدها في حمام له بحدود 6 و7 رايحات بعدها مش مبينات اخوان بالصلاة على النبي. حمامه البقى كله لنا، كله لنا، عاشت غزة يعطيكم العافية اكيد، وعاشت غزة حرة مستقلة. الله يعطيكم العافية إخوان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إخوان إحنا ترى عند أخونا إسلام التميمي إربد الشارع الرشيد شارع الهامي، طبعا سطح صغير ما شاء الله عليه، سطح حلو وبسيع إخوان، وخمومة ململمة ورفصة ململمة ومتحركة. الرفصة بدي اياها يمين الشمال بحطها، بقول لي على هواء الهواء الشرقي الغربي بتحرك فيها الرفصة. هاي شايفين كيف يا اخوان، هاي بتحرك شايفين، هسه كان حاطها على الارض هون حاطها، بقول لي مرات الهواء بتختلف معاي بنزلها بحركها. ها شايفين كيف، بس الرفصة يا اخوان مرات بنيمها على الارض عشان ايش تحركها يمين الشمال. خلينا نشوف حمامه، هو حمامه حلو يا اخوان، عسكرية بس اشي بولاد، اشي بولاد بالصلاة وعلى سيدنا محمد. نشوف نفتح، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذول اخوان حمام الراس الاول، أغلبية باكستانيات وقراقطة وحلوات والله بالصلاة على النبي. هذا المكاوي هذا الممسوك عليه اليوم الصبح روح. أنا المكاوي الأسود مين ماسك عليه كان؟ أشرف أبو سيس. أها حلو حلو، بالصلاة على النبي. طبعا هاي إخوان حمامه القوية، هسا بنفرجيكم إياها، هي طالعة من الفم. طبعا حمام انسى الموضوع، قطعة حمام قطع. عم هذول عنده حمام مخاليف وحمام جديدة طبعا وحمام صيد. أنا ما راح أقول لكم يا إخوان شو في حمام صيد هون وفي حمام صيد هون، بديش واحد بعد 4 أشهر يجي يشوف الشاب يقول أنت صدت لي طير قبل 6 أشهر طيري عندك. أنا شغلة ولدني صارت يا إخوان. طبعا هذا الطباشيري الزرزور بفك يا اخوان كليات، بس ما بعرف اذا مبينين من الشمس احنا ولا لا. هذا الطير من بذرتك هاي صح؟ اه لسه بفك من بذرة ابو شقر. حلو بالصلاة على النبي. هذا مسود مكابي. هذا باقي الاربعة. بواق أربعة يا إخوان، هذا مثل هيك مسود مكابي، مسود السلافر بكون يا إخوان منقاره ملفوف لف كامل مع وجهه مع راسه ملفوف شبه السنارة، مش كامل ملفوف كثير يعني. هذا بيحكوا له مسود السلافر، هذا مسود مكابي. في ناس كثير ما بتميز بيناتهم. ونشوف فس الحمامات بني طلعات كيف بدك تطلعنا هسا؟ طلع المخاليف، طلع المخاليف. بدي طلع المخاليف نمز عليهن هسا عشان الموعد بعده يا اخوان. ابو الشقر شو ماله ابو عبده؟ تميز. لا يا زلمه ابو عبده محترم. بشر ايه بشر وبنصدله.
لعبته الصغير الخليط والشر. طيب ليش يعني بده يصيد؟ بده يصيد بس بنصدله. واخر شيء بنصدله، الشر مش دائما مليح ترى. بدك الشر شر فوق راسك. بعيد عنك للشر يا شيخ. اخوان حمام سلطوا على النبي هذول اخاذيفهم في منهم صيد وهي نطلح الموعد والله قديش الساعة عندنا 5 نطلح الموعد وانا الصبح بتسوق يا ايه؟ بتسوق الصبح اكيد بيختلف الصبح كل شيء الصبح بيختلف هذا كأنك صيد وهذا على الأرض المراسلة قبل يومين جوزة قطوة طيرة طيرة روح لصاحبه روح خليني لا والله العظيم أنا أكسر دعما بدك تروح تبيعه بليرة بليرتين لا ده طيرة أقسم بالله صح. مش مستاهلة سبحان الله احنا بنبيع بليرة وبليرتين وبدنا نروح نشتري بخمس ليرات وست ليرات يا اخوان هاي الحمام طايرة فوق خلينا نشوف شو في عنده زق تراكيب طبعا بالصلاة كشميرية سيدنا محمد هاي حاطط كشميري على مراسلي كشميرية على مراسلي مطلعات كشميرية مراسلية تراكيب منقارة ملفوفة هذول كمان كشميريات يعني هذول حلوات الكشامرة كمان هديات وجوه هيك هاي كشمير على همرات شوي ملفوفة هاي كشميرة أنا بالصلاة على النبي إخوان حمامات عسكرية بس بصراحة إخوان حمام نظيفة بصراحة حمام بالصلاة على سيدنا محمد هذول كشامرة هذول كمان كله عنده جزر الكشامرة هذول فراخ مغاد فراخين بالكشة كشة حلو هون كمان هون مراسلي مراسلي احمر على كشميرية وتحتي ينبل حلو الصلاة على النبي هون في دبان مشخر دبان على قرقطة دبان مشخر على قرقطة طلعت دبابنة مش حلو حطه لا خاصة البطن هذا آخر بطن يعني هذا اللي مشخط شايفه ايوه حطه على مراسلية مدبجة مراسلية مدبجة زرقاء تم طلعوا لك ايش مراسليات مشخطات انا قاعد بعمل فيها تمام وصل طبعا هاي من هاي الفكرة من اخونا ابو حاكم ومن ابو رنيم كشيش سوري في لبنان اكيد بنوجه له تحية وحب واحترام بغيابه حلو بالصلاة على النبي اخوان سطح نظيف وكل اشي متكتك امور يعني متكتك حاله الشاب متكتك حاله وزارع كمان ها يا سلام زعتر ميرمية وزعتر وابصر شو هاي هاي كليل الجبل صح هاي تبعت الاكل هاي صح حطوها الشاي هاي كأنه للشاي هاي كأنه يعني السطح مرتب اخوان بالصلاة على النبي ونظيف 100% ان شاء الله يعني الشاب داير باله على باله هاي رفض هاي كمان طارة هاي طارة حاطت طبعا انتكتك الامور كل شوي عامل كمان في له غرفة هون بقعد بيريح حلو بالصلاة على النبي بقعد يريح بشرب قهوة من البرد بسم الله هاي بقعد هون كربيات يعني مظبطين وضعه الشاب نظبط وضعه هون الحمد لله مليح طبعا هذا المستقبل نعمله غرفة زق لا والله يقعد فيه احسن له لا يعني اذا بدي اعملها من هون هيك خليها زق هون خليها قاعده مو هيك نعمل قاعده بالمستقبل حلو والله لا حلو بالصلاة على النبي هذول جداد هذول مطلعين هاي المقصصات هذول هذا البوس صيد هذا بوس صيد هذا ما هداش بين صاحبه بين خالص صير هذاك للجدع انسى عادي يعني فيش صيد مع الكل هون احلام السكر شقر اعلنها فيش الا كم من شب هون محترمين اكيد الصيد معهم اكيد والله في محترمين ما
اكيد والله في محترمين، في ناس مش محترمين ما كانوش يقصروا معنا. هالراحل هاي قاعد بتلعب الالوان تاعته، طبعا فيها مساويد، فيها مكابي، فيها يهوديات، فيها طبشريات، يعني بقعد يمز عليها عرواق بيطلعها الصبح. يعني الشاب شغل كيف، كل واحد عنده عسكرية وعنده كيف. هذا فكر كشامر اللي غاد سرزير. بس لسه هذا بشد، بشد وجهه، بشد وجهه، وجهه بيعبي. شايف كيف هو لما يكون فوق منقاره لسه ريش صغير، هذا لسه بيعبي. هاي شايفين اخوان كيف. طبعا اخوان بدنا نخلص من هون ونروح عند ابو السكر، ابو شقر. ابو شقر شماله ابو عبده شغل شر عشان يصيد وبنصاد. ابو عبده لا لا اكيد، واحلى تحيه لابو عبد الحمصي طبعا، اخونا ابو عبده بنحب احنا نمزح معه. والله والله الشيخ ابو عبده، واكيد وسلام خاص لابو موسى من امريكا، اخونا الغالي حبايب القلب. ابو عبده والله، ابو عبده والله له زياره، والله سمعت انه مريض كاين صح؟ الله يشفيه يا رب، يشفي جميع المسلمين. سمعت انه صايبيته جلطه بيجرف صح؟ والله بده زياره والله. الصلاه على النبي. انا اصبر احنا مسوي الداعي اللي فيها الاصبر. قصه انسى بالله. والله اذا بيطلع لك هيك طيره خلونا اياها ان شاء الله. عندي مسود اصفر. هذا المعلم كان عندي طيره دجيه حمراء. كانت فوق خلصت عندي، قلت خلنا ايش اخليها زهره حمراء من قرطه، تعال انضربت من قرطه. يا حول ولا قوه. ما فيش اكم من يوم منها مروحه ومعها ايش فحل مسود اصفر زي ما بدك وزي حلو. صورته ونزلته حالي عشان ايش صاحبه يحكي معي. للاسف محدش حكى. شو واحد قارته بده يجي يقول لك انا عندي للاسف يعني. هنا طلعنا من الفراخ طبعا انا نفس الطيره اللي روح معها. حلو بالصلاه على النبي. برمي مسودات صفر. حلو بالصلاه على النبي. والله انا عندي يهوديه صفرة صحيح بتحطها على المسود الاحمر، طلع مسود مسودات مكابي صح انها واطيه، واطي والفحل بس عادي بيطلع مسودات مكابي. شغل زرتك والله سكرتها صح. والله خلاص بكره بحبسها عليها. شوف شو بدنا نطلع عند زران معنا. الصلاه على النبي. تخيل ابو السكر قاعد انا لي ساعه بصور مش مشغل العداد. تخيل يا من صارت معي كثير. والله العظيم مرات اكون قاعد بصيد بطير بصوره انسى بكون معطيني المساحه غير ممتلئه، ممتلئه وانا مش شايف شيء. فأنا أحكي لك هيك عشان الحمام ما تحط على الصور عندك. هاي شايف هاي بدها الرقصة ترجع للورع الحين. اوكي واحد اثنين، بدك تكبر المحط لبرا على مستوى المنشر، هو على مستوى المنشر عشان ما تنزل يا كنزول، حتى يكون عندك طير. ايوه يكون عندك طير ما ينزل معك، ما ينزل. بدك هون على الزاوية هاي وعلى الزاوية مكان النور. لا يا عادي اي شيء، ضرب التخزان لا تي حط له عليها. في لوح، في لوح كامل لوح الانديف. بس حط له شادر الانديف عشان ما يخربش من المي كل شيء. بس هيك يا اخوان خلينا نروح ننهي التصوير، بعدين بس يطلع القوي الزلمه ونشوفها كيف ان شاء الله. يا اخوان
نايم بحبسه بالحمامات يا اخوان. طلع قبل شوي مرق من عندنا هندي ابيض كان بده على الدنقيز، بس الشباب كشوا بوجهه وراح الطير. هندي ابيض حلو بلاش يطلع البرة جوا، اسمه تطار هذا اللي يضل برا، خليه يتعود نسمع الكلام. هاي الطير اخوان هذا طاير. طلعها مالك؟ هاي القوية تاعت الشب. طبعا هذاك المكاوي كان مقطوع له بالليل اخوان، قبل شوي اجى بدي احط هندي ابيض. الاسود الفوقاني الك؟ حمام ابي دبي. طبعا هيك حزهم يا اخواني شوي. وين راح ابو عبده؟ مش كاش ابو عبده، نزل كاش. بلشت بعد فين بعد اقرب الزوم كمان اخوان. شو اللي برجح على المراسله؟ لا الانجليزي. ايه؟ في منهم واحد اثنين اربعة خمسة طيور رحل. خمسة طيور رحل. راح في خمسة طيور رحل. الانجليزي الاسود. هاي المراسلي هذا كمان هاي اجا. سبحان الله طير بخرب الدنيا. طير واحد اخوان بخرب الدنيا. خربطوا بالهولندي الانجليزي الاسود ما طلعوه شو اسمه ما ضبهوش. خليه يحط اسمه تطارة. في خمسة طيور رحلة يا اخوان خلاص. الازرق بده يمشيها، مش راضي الحمام هاي.
كيف اخوان طلع كيف بترد واحد طلع بالحمص طلع بترد واحد بيحط مش متطارة خرب مستقبله. يحط اول اثنين طلع ترد واحد جانحه مرتخي يا اخوان. الطير قوي عنده بس الطير جانحه مرتخي هاي لكن الربصة عنده بدك تمد خشبة لعند الحيط تعي بس لا خلاص سيبه طار حبياس طبعا بلا كفيلة بخمسة طيور راح خلينا نحاول نطبوها بالطير مش متطارة بعد الحمامة معنا الطير يا اخوان بعد مسكنا الانجليزي الاسود طبعا بعد ما خرب علينا المطيار هاي شايفينه هذا هو هذا الانجليزي اللي بحكي عنه هولندي الانجليزي بيجي متسرب الاخوان هيك هذا بكون بولندي هذا هو قدار حمام خليطات قاعدة رايحة جاي هذاك الأسود تبعك بينضرب حينضرب إذا مسك عليه يسب بحطته الأسود والله العظيم هسه بتشوف هي مسك مع يوسف صح؟ مسك؟ هسه بتشوفه طير مفندق شكله صغير مش كبير صح؟ مفندق الطير مفندق هاي انت ماسك له طير هو ماسك لك طير حطك؟ لا بكون هذيك رفصته شايفها؟ بعدها حمامه شوفي هاي شايفين اخوان البلكونه هاي بيناتها بين هذوك عند الشجره ذيك لو تعمل زوم ببين هاي قاعد بحطت هاي حطت والله هاي طلع لا وين طلع معه خمس ست طيور معه وين طلع حط لكم زوم هاي بين الشاي شايفين هاي البلكونة اخوان بيناتها فيها شجرة شايفين الشجرة هو هذا مكان رفسة يوسف بني هاني اللي صورت عنده مرتين هاي لسه ماسك على حمام حطة حمام حطة هذول شو هذول طيرات بيض طير فندق Thank you.
يوسف قاعد بينزل حمام على الارض. هاي شايفين اخضر على البلكون، بعد البلكون في شجره شايفينها عند الشجره ذيك. والله بينزل فيه على الارض قاعد حمام. اي اي هون يوسف وينه؟ رجع رجع؟ اي هون. لا اي هون. شو اللي راح معه ها؟ يمكن له مراسله. هاي هن كم من واحد اسود؟ خمسه؟ هاي يهودي احمر. وين الخطاب؟ لا فكرنا هو، بقول لك الله حط، بقول مبين عليه حط. يمكن لهم، يمكن لهم يا شباب عاملين خطه، يمكن لهم عاملين خطه بقول انه مش عندنا. هاي حتى الدبس روح لا يوسف بني هاي خطط قديمة. خلينا نشوفه استنى شوي خلي يا اخي وين تعال تعال وين المراسلين؟ هاي الطيرة ايوه ايوه هاي الطيرة المطوقة في سبعة ثمانية طلع بعرف في سبعة ثمانية طيور طلعات وريحات هاي يوسف كش الحمام شكلها ضرب الطارة هاي خطط خطط اخي والله راح اقول انصدم انشوف استنى شوي تعال قص من هذا خرب حديد نحاس خلصان البيع يلا خلي الحمام تيجي نصور اخر مطيه خليني اروح اكش يلا يلا تعشي الحمام خليت بس تيجي الحمام يا اخوان برجع لكم حبايبي القلب 2 4 6 8 9 طيور والباقي طلعت راحت الحمام على الخليط طبعا نكد علينا البولندي الاسود ما راحت كلياتها ظلوا طبعا البولندي الاسود اخوان فيه بجانحه حذفه خفيفه طبعا والحمام راحت لحد لا مش راجعه يعني حمام بصلاته على النبي يعني انا بشهد لها الحمام هاي بس اخوان اللي نكد علينا هذا الطير البولندي الاسود محذوف حاطينه مع القويه ناسينه طبعا بدي اضطر اسكر اخوان لانه حان موعد اروح اكش مطعم الحمام الحمام جوعان والله ما عنده اكل لا حرام لو عنده اكل قسما بالله غير اظني قاعد وعادي ونصور واكيد في انها رجعه ثانيه ان شاء الله بتشرف باي وقت تعال بكره عندي بعد بكره ما خلص هيك جهز امورك انت والسكر ابشر خلينا نشوف فرجيك شو الضرب وشو الناس كانت قرنطيط علينا وروحت حلو حلو بدنا التفصيل الممل اكيد شو الطير المطموس لك راجع لك بس لا تقول لي اسماء مين هم التمصولة لانهم هذول قليلين ادب غير اللي يحطهم بالنار لانه ما حداش رن علي اصلا اعترف بالطير مثلا له روح مع طيره وانه اشي ما حداش اعترف والقادم اعظم ان شاء الله ان شاء الله حبايبي القلب